اديك اتعز سجارتين كده على نفسي كده بتفكرني بالسيد الزينب. اذهب انت وقت لي بكأس من السلاحف والخنافيس. حاضر بابايا. اخيرا لقينا لوحدنا. انا عمال اشاور لك والف حواليك واقول لك الدبانه اللي في كتفك دي الدبانه صح؟ طب بص بقى المفاجاه، انا هوريك حاجه عشان تعرفي ان احنا الاثنين من دم واحد. بصي. انت مين؟ طب يلا اطلعي دلوقتي عشان في حد بيراقبنا الظهر. يلا اطلعي، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس، في كواسيس هنا. مفيش كواسيس، انا اللي بقول لك. انت مين؟ اتكلمي تاني كده. انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي. انت محروس. انت محروس يا ست محروس. مين انا؟ اللمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانة على كتفك. بقولك ايه، عايز اسألك سؤال. هو انت الامير الزينات حكمة العرش اللي هتقعد المفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوريثة الشرعية. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ فرحانة يا محروس. يا ست محروس، مين قلت لك انا الليمبي؟ ليمبي. الله يخرب بيت ام محروس. طب يعني ازاي يعني ابقى متاكد ان انت فعلا هتبقى قاعده على العرش؟ الدبانه بتقول كده. لا والنبي. هي الدبانه دي بتتكلم؟ ايه هو في دبانه بتتكلم؟ انت عبيط. انا برضك اللي عبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكه مصر؟ يا حظك يا مصر، يا حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقولك يا أميرة زينات، انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري، ها، وتعيشي حياتك وتربي باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بهدله تانيه اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفايه انهم خلقوا عين حمامه. يا حبيبي يا حمامه. انت يا بنت عندك كهرباء زياده ولا عبيطه؟ انت ايه بس؟ اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعميه وكل حاجه ولحمه وكل حاجه، خلاص؟ ماشي؟ بس اهدي شويه. دلوقتي انا هساعدك عشان خاطر تمسك العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس امانه عليكي تطلعيني براءه، لان هم مورطيني في جريمه كده تربان وشجره الرز، وانا ماليش في الكلام ده. أنا جاي بالمفتاح أفتح الباب وأخش أخد الكنز بتاعي وأشوف السر اللي عند عم هارثة ده وأخد بعضه وأمشي على السيدة زينب. أنا تعبت، عايز أمشي يا سيادة الملكة الأميرة. ماشي يا حبيبي، ما تزعلش، اتفقنا. على فكرة أنت لذيذ. حزب البلكونة هتنط. يا ترى مين اللي هيمسك العشر اللي بعدها؟ جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا ورا. بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أقول لكم يجب أن نحصل على الحرية، الأمن والأمان. يعني عيش، حرية، حلاوة، طحنية. مقصود كلامي ان دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة، والحنوضة مش كويسة لانك انت بتبقى طريف ساعتها، فيبقى ايه الوضع؟ وانا النهاردة جاي اكشف لكم عن الحنوضة اللي انتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضة،
واحكي لكم قصه قتل الامير قمر الدين خشاب. كل سنه وانتم طيبين. امبي اسكتي يا ايتها الشنطاء. عاش السلطان الهندي. اسكتي ولا تتفرغي للكلمه. ايها الشعب، لقد طعنه طربال التي استكردته الملكه، ها، وقالت له ان يقتل قمر الدين كل سنه وهو طيب، فقد طعنه طعنه ويا لها من طعنه، ثم طعنه طعنة أخرى ويا ويلها ويا ويحها من طعنة غادرة، فقد لفه وطعنه طعنة في الببو. وما أدراكم ما طعنة الببو؟ إنها طعنة مؤلمة تأتي بالبواسير، وأنزلت منه الناسور في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا انا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحكم، وديكم شايفين المساله مساله واضحه وضوح الشمس. قتل الامير قمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. اقتلوا الليمبي الخان. اقتلوا الليمبي الخان. لا والله ما كدبت، صدقوش ده كذاب والمصحف المصحف ده كذاب. انت والنبي ده كذاب، ما صدقوش يا جماعه انا غلبان. انا مش من هنا يا جماعه والنبي، انا من القلعه وسيده زينب، بعمل طعميه وفول وبتين جنب خلل وفلفل من اللي هو المقلي ده، عارفينه اللي بيجيب النصور برضه. ايوه يا معلم. الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ. ربنا يديك منك يا عم هريسة، انت السبب. الله يخرب بيتك على يخرب بيت الكلمة. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياة ابوك اللي تقولي. صدقوا الليمبي، صدقوا الليمبي، شجرة الرز هي اللي دبرت كل ده، شجرة الرز هي اللي دبرت كل ده. ايه؟ جري ده؟ أخيرا ظهر الحق. ظهر الحق. أمين لمبي. ودوه على القبر هناك. دخلت من هنا في الشرق. اضربها بالمبقاب. حطوه في الثلاجة. انت فين يا زينات؟ انت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حمامة. انت فين يا زينات؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ انا هو يا حمامة. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين؟ زينات فين؟ انا هنا. زينات. انا هنا. هي وحلاوتها هي. امال فين فين الليمبي؟ ما انا اهو، انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا ليمبي؟ انا اهو يا حمامة. بقول لك ايه يا ليمبي؟ ايه؟ خلي بالك التتار جايين. التتار جايين؟ حاضر. التتار جايين يا ليمبي. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك يا ليمبي. حاضر، ما هخلي بالي خلاص. قولي له يا زينات. يا عم التتار جايين يا عم. ما خلاص عرفت يا عم ده. الحرب يا عم. الحرب يا زينات. يا عم عرفت يا عم. على الطلاب الثلاثة عرفت. التتار. الله يخرب بيت أم التتار عليهم. التتار جايين يا ليمبي. هو يا أخي ده ما قلت ده خلاص بقى. ده أنت سعيد أوي إن زعلت الكلاب ليه كده؟ التتار. كفاية يا ليمبي. بس خلاص انا هقولهم. التتار جايين يا لمبي. استنى بقى يخرب بيت ام التتار على اليوم اللي جبتك فيه. يلا قول. يا ده حبيبي. يا عم انزل هو ده ناقصه خنقه هتقول لي اوه خلاص. الله. يا شعب مصر المحبوسه، احب اقدم لكم الاميره بتاعتكم الجديده اللي هتجلس على العرش، والمتحدثه عن الدايره بتاعتكم، دايرة السيدة زينب رمز الهلال، الحاجة زينب علوي. عاشت الأميرة زينب. عاشت الأميرة زينب علوي. عاشت الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. عاشت الأميرة للطبقة الكدحة. عاشت الأميرة للطبقة الكدحة. الحرب يا لمبي. يا عم اقعد بقى اقتلوه يا جدعان الراجل ده، والمصحف هو ده اللي شغل مع البلاد. يا ده قول لهم بقى حاجه بقى. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قول لهم بقى، ما انت الاميره هتقعدي بقى. لا في حرب فجأه. في حرب فجأه؟ ازاي يعني؟ ما لازم تحكمي. خش عليهم على طول اذا في حرب فجأه. لا قول انت، قول. قول لهم انت كلمتين. قول لهم كلمتين. طب قدمني قدمني. الاميره زينات علوي عايزه تلقي خطبه حماسيه عن اهل دايرتها. اتفضلي قولي. تقدموا الى الجهاد، الى السنديده. لا اطلع اطلع اقعد فوق. يلا سندباد ايه احنا ايه؟ فاتحين كارت الاسبستون؟ ليمبي. لا مين؟ ليمبي.
عم هريسه. لمبي حبيبي عم هريسه. التتار على الابواب يا عم. ما انت هتخنون انت كمان. طيب بس انا حاسس بضعف. ايوه ضعف. ومعنى كده اني اجلي ايوه قرب يقترب. يا الف بركه تعالى بقى خدني من المكان الحر ده. تعال عاوز اموت في القصر. تعالى حموتك موت عسل. تعال عاوز اموت في اي حته. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. يحيى شهيد. يحيى شهيد. عاشت مصر حره مش احنا. يلا يلا يا عم يلا اخليني شويه الف يا بنتي. يلا بقى انت سايله قوي. الله ايه يا بنت الغلاسه اللي بتديها دي؟